يعاني المواطن القنيطري في الآونة الأخيرة من مشكل استفحال ظاهرة الكلاب الضالة. وأثناء زيارة ميدانية لجريدة أخبار الفجر المغربية لمجموعة من أحياء المدينة خاصة بمنطقة بير رامي ووسط المدينة، صرح للجريدة مجموعة من المواطنين بخطورة الوضع، بحيث ذهب البعض للقول أن هذه الظاهرة تشكل خطرا على الأطفال الذين يتوجهون للمدرسة والعمال الذين يذهبون في الصباح الباكر إلى مقار عملهم، فيما ذهب البعض الآخر أكثر من ذلك بالقول أنه ينوي بيع منزله والانتقال إلى منطقة أكثر هدوءا من أجل إيجاد متنفس للراحة والنوم والتجوال. المنطقة ديال بير رامي كتعرف هذا الانتشار الكثيف ديال الأبقار ديال الكلاب الضالة في الليل، ما كنعسو شاي بغوات ديال الكلاب، البقر في الصباح كيجي كياكلنا كاع داك الأعشاب الأشجار اللي دايرين، يطلق ديالو البول وهذا، وكياكلونا حتى البرود وكاع داكشي اللي مزينين به في جنبات المنازل كياكلوه، إضافة كذلك القطط، القطط بشكل فظيع أصبحت عندنا في هذه المنطقة ديال بير رامي، وكنتمناو من السلطات إن شاء الله إلا زادت ترد البال لهذه المسألة هذه وتحاول تصحح هذا الوضع هذا. أنا من الصباح أنا شفتهم هنايا غادي للمدرسة ومجموعة ديال الكلاب يهاجموهم هنا مور الوزين ديال اللايسي، تما كانت حادثة غتوقع خطيرة ديال واحد التلميذة أنا حضرت عليها، وجاو الكلاب ولولا أن لطف الله وتواجدنا حنا كانت البنت يمكن تكون في حالة ماشي هي. الخطر الكبير اللي تدير هي في الليل ما تقدش تخرج، مالي الجدران تيرخيو الكلاب، وعاوتاني عاوتاني حاجة الطوال والزبل ما نقدوش نخرجوهم بكري لاقاش يقلبوهم لينا وتيبقاو مشتين، تيجيبوا لنا غير الدبان وداكشي، والدائرة ديال هاد الكلاب راه بزاف زعما كاينة راه علينا ما نصبروا في هاد بير رامي، والله إلا أنا بغيت نبيع الدار ديالي غير على هاد المشكل، حاشاك هاد. أنك تبيع المنزل ديالك على إيه عرفت المعز حاشاك البقر. الحمير هو راه تقهرنا بالمر، راه حنا في العروبيه ماشي في المدينه، راه بزاف هذا الشيء زعما، هو اللي يدير شي حاجه يشقد بها، ماشي يخليونا هنا. اذا بالنسبه لك انت الناس واش انت الوحيده اللي كتعاني من هذا المشكل ولا الناس اللي كتعاني؟ لا كلشي الناس تعاني منهم، ولكن ما بقاو عياو وما يقولوا المقدم عياو وما يقدوا الحكومه بداك الشيء ديالهم، والو اللي انتخبوا عليه تنقولوا له حاشاك على داك الشيء، والو حتى حاجه ما كاينه، اللي تيبات عليه تنصبحوا عليه. في الليل ما تقدش تنعس بالغوات ديال الكلاب تيجريو بعضياتهم. اخويا اش نقول لك، الكلاب الضالة هادي راه ولا كيسبب مشكل كبير، واحد عائق كبير، لان يعني الناس مساكن ولاد المدرسه ولا هادي ملي تيكونوا غادي المدرسه عرفتي الكلب تيكون مثلا في هذيك ديال هذيك لابوبيل ولا شي حاجه تيكونوا 5 10 15 الا ما دار شي حاجه في يدو باش يمشي للمدرسه ولا هادي ما يدوش. الناس اللي كيخدموا ساكنه ولا 5 ديال الصباح ثاني الا ما دار مع ديك 5 ديال الصباح تيكونوا الكلاب تيدوروا به بحال هكا، ما بقاش يهز الحجار ولا ما داش مع شي قطيب ولا شي عود ولا شي حاجه يعني راه ياكلوه. وخويا خصنا شي السلطه تدخل في هذا الشيء وتكون شي حمايه باش الكلاب الضاله ماشي يقتلوهم، يديهم شي بلاصه اللي يحميهم حتى هما راهم حيوان، حتى هو نفس، يديهم شي بلاصه باش يعيش الانسان يعيش في مأمن. حتى الناس اللي كانوا تيمشيو للمارشيات ولا يمشيو للسوق ولا يمشي هذا تيكون غادي ما يعرفش شي كلب مسعور حتى كيدوز. انا حاليا عينيا دابا مرض عليا، كنكون بحال هكا كنقدم في سميتو في هاد البني الصفيح ديال هذا، كنكون غادي بحال هكا كنبغي ندوز فيك شي كلب راكد ناعس بحال هكا كنبغي نعفط. بزاف راه تقريبا هنا دخل جنان ثلاثه دابا، نحلف لك باليمين إلا تلقى شي 100 ولا 150 دابا حدا واحد لابوبير راه تما في جنان ثلاثه بزاف. ومرحبا بكم في هذه البلاصه هذه، شكرا على هذه الالتفاته هذه المهمه اللي كنا صراحه محتاجين ليها. انا بعدا كنلاحظ هذا الشيء، ومؤخرا كنت كنشوف في مواقع التواصل الاجتماعي وشفت ان هذا الموضوع كيهضروا عليه بزاف خصوصا في مدينه مراكش، وبالنسبه هنايا في هذه المنطقه ديال بير رامي راه نفس الشكل في المدن الاخرين ولا اكثر، يمكن راه اش نقول لك راه بزاف يعني هكا بعدا في الليل منتصف الليل 12 وحده راه كيخرجوا شي 7 8 ديال الكلاب كيبقاو يغوتوا، يعني الناس ما كينعسوش نهائيا، وصراحه راه كتشكل خطر بعدا على الدراري الصغار
يقدروا يبقاو هاربين منها، يمشيو يطيحوا على راسهم ولا شي حاجه تؤدي للموت الله يستر. انا ممكن عندي الاخت ديال الزوج ديالي هنايا كتسكن في اليونس، وقت ما كنمشيو عندها كتعرض لي انا والزوج ديالي، وقت ما كنمشيو يعني جاب الله كيمشي بواحد السرعه بالموتور ديالو باش ما كتقيسنيش، يعني كتبغي تعضني. هو غادي بالدراجه الناريه ديالو والكلاب تاعو. كتبغي تعضني، ولكن الحمد لله يعني كتشكل خطر بزاف ماشي غير شويه. اسيدي هي الدائره هذه راه كثرات، وبالخصوص عندنا هاد الزنقه هذه تقريبا هاد الزنقه تاع مولاي عبد الله في سونتر فيل، راه عندنا واحد القضيه زعما صعيبه، ونخافوا على ولادنا، كنخافوا على راسنا، زعما الكلاب زعما ولاو معانا زعما في باب العماره راهم واقفين قدامنا، كنمشيو للحانوت ولادنا كنصيفطوهم للحانوت كنخافوا عليهم، زعما هادشي بزاف زعما من كورونا لهنايا الدائره كثرات بزاف، وزعما خص تدخل زعما ديال السلطات باش يوقفوا معانا في هاد الناحيه، زعما راه الزنقه تقريبا راها مضره. انا البنت ديالي تعرضت للهجوم، انا غادي بها المدرسه، وهما الكلاب ديما ناعسين هنا في الصباح، ما حسيتش براسي حتى لقيت الكلب غادي يدخل لبنتي، وهضرنا مع الناس اللي كيعطيوهم الماكلاب بواحد الطريقه زعما يوميا لا في الصباح ولا في العشيه، هضرنا معاهم وقال لك اسيدي ديروا شغلكم وسيروا اللي بغيتوا ديروه جهدكم ديروا. نقول لك على هاد الكلاب حشاك، راه صابحيننا صافي الليل كله ما تنعسوش، بعدا ما عرفناش كيفاش نديرو معاه، شكينا وعاودنا والو ما كاينش، الناس مراض والناس بزاف زعما، والدراري ملي كيخرجوا للمدرسه راه ياد اللي مشى بلا لي بارون راه ياد اللي غادي، كنطالبوا باش يشوفوا لينا شي حل مع هادشي، وزعما في السونتر ديال لافيل وكلشي ما يمكنش هادشي.